فخلونا عموما نتكلم بتفاصيل اكتر عن برشلونه وعن جماهيره وتوقعاتهم ايه فيما يتعلق بناديهم الفتره اللي جايه، وكمان ايه ابرز التحديات. احنا معانا على التليفون الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. استاذ احمد صباح الفل عليك. صباح الفل عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الدنيا متكعبله جامد مع برشلونه الفتره الاخيره، وفي احداث كتير متلاحقه ونتج عنها امور استجدت كلها امور كبيره ومهمه. فحضرتك متخيل ان شاء الله الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل عموما مع الفريق؟ وبرضو عايزين نخص بالذكر النقطه اللي كلمت عنها نهاوند، فكره ميسي ما وراء بقى اللي يعني اللي هيحصل معاه الفتره الجايه، ايه متوقع معاه ايه؟ هو طبعا لابورتا دي ثاني مره ليه يكون بيتولى رئاسه برشلونه، والحقيقه في الفتره الاولى برضو ما تولى من 2003 2010 كان برضو برشلونه 2003 كان بيعاني من ازمات كبيره جدا، يعني طبعا مع اختلاف بعض الظروف، لكن لابورتا في الفتره دي تحديدا قدامه ثلاث محاور رئيسيه. اولا صوره النادي، صوره النادي اتهزت بصوره كبيره جدا خصوصا ما يتعلق بعرف اعلاميه بفضيحه بارسا جيت وال يعني القضيه الشهيره وتورط اداره برشلونه السابقه في التعاقد مع شركه لتشويه رموز النادي على راسهم كان ميسي، وكان طبعا كانت توابعها الاسبوع الماضي كبيره جدا بالقبض على يعني جوزيه باريا بارتوميو رئيس النادي الاكبر. ايضا عنده محور مهم جدا هو الازمه الاقتصاديه، الازمه الاقتصاديه بتعصب برشلونه بشكل كبير جدا، وكما ذكرت بالفعل برشلونه عنده مشكله كبيره جدا في المركز الصيف المقبل ان هو ينافس على ضم لاعبين كما كان بيحدث في المواسم الاخيره باسعار كبيره جدا، الموضوع هيكون صعب جدا. في بعض التسريبات ان هو بيحاول دلوقتي ينافس ريال مدريد، ريال مدريد برضه بيعاني من ازمه ماليه كبيره جدا، بينافس ريال مدريد على التعاقد مع ديفيد الابا وهو مدافع بايرن ميونخ لان عنده خلاص ينتهي الصيف المقبل، وبالتالي ممكن التعاقد معه بشكل مجاني. طبعا المحور الثالث وهو اعتقد اللي بيهم كل الجماهير حول العالم مستقبل ليو ميسي. مستقبل ليو ميسي حتى الان يعني ان ظهور ميسي وان مشاركته في الانتخابات بهذا الشكل قد يعطي بعض يعني اشارات ان ممكن ميسي يستمر في برشلونه وان يضحي بالراتب، يعني بعض التسريبات بعد يعني لابورتا نجح، بعض التسريبات تتحدث ان يعني لابورتا سيعقد سريعا اجتماعات مع ليو ميسي، قد تبدا هذه الاجتماعات في باريس اثناء قبل مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج يوم الاربعاء المقبل. على هامش هذه المباراه قد تبدا الاجتماعات، وان بعض التسريبات بتقول ان لابورتا سيقدم عرض لميسي مضمون ان هو ميسي سيحصل على راتب ان قرر تجديد عقده نصف ما يتقاضاه حاليا. طب ومن اين لهم هذا يا استاذنا؟ يعني ده لو لموا من بعض مش هيلموا يعني المبلغ المطلوب لتجديد عقد ميسي، ولا حضرتك شايف ايه؟ بالفعل يعني التسريب عقد ميسي الاخير واللي وصفته الصحيفه الاسبانيه بالعقد الفرعوني، ميسي كان بيتقاضى في اخر عقد ليه حوالي اكثر من 555 مليون يورو، طبعا مبلغ ضخم جدا. طبعا. لكن ميسي يستاهل برضه عشان يكون امناء، ميسي كقيمه اقتصاديه وقيمه فنيه يعني حاجات لا هو طبعا يستاهل كل خير الحقيقه، بس لو المبلغ متوفر ده اللي بس يعني اللي ملفت للنظر الحقيقه. بالفعل ولهذا يعني تسريبات الصحافه الاسبانيه تتحدث انه قد يعرض نصف هذا الراتب، يعني نصف هذا المبلغ قد هيقدموه لميسي، وطبعا ميسي ساعتها عليه ان يقرر، خاصه ان هو هيواجه يعني برشلونه هيواجه منافسه جديده جدا من تحديدا الناديين بينتهوا قوه اقتصاديه كبيره جدا، طبعا الحديث عن مانشستر سيتي الانجليزي وعن باريس سان جيرمان الفرنسي يقدروا يدفعوا الراتب الذي يريده ميسي، وبالتالي هي دي المشكله هتبقى بالنسبه للابورتا. لكن لابورتا الحقيقه الصفقه ليه ان هو من 2003 2010 صنع فريق قوي جدا، صنع ما هو اللي يعني ادى الفرصه لبيب جوارديولا انه يصبح واحد من اهم المدربين في تاريخ كره القدم لما اداله الفرصه وصعده من فريق رديف برشلونه في عام 2008 انه يصبح المدير الفني لبرشلونه وحقق معاه السداسيه التاريخيه الشهيره في عام 2009، وبالتالي الوضع فعلا في برشلونه لابورتا امامه تحديات كبيره جدا، لكن يبقى اسم برشلونه لوحده قادر على جذب الاستثمارات، لكن تبقى برضه مشكله ازمه فيروس كورونا عصفت بشكل كبير جدا بالانديه تحديدا انديه الليجا، حتى ان خبير تيبس يعني سئل بشكل واضح وصريح في الحوار ليه امس مع الزميل ابراهيم فايق، قال هل يعني سالوه انت هل ممكن ان انت يعني برشلونه وريال مدريد يقدروا يجيبوا مثلا لاعب بقيمه محمد صلاح؟ قال لهم لا، الوضع بالنسبه لينا كانديه الليجا الوضع صعب بشكل كبير جدا، يعني نقدر ندفع قيمه لاعب محمد صلاح، وانا بوضح الازمه اللي هيواجهها برشلونه فيما يخص يعني قدرته على استخدام يعني صفقات قويه جدا قادره على اعاده نادي الى امجاده، يعني لكن واقعيين طموح برشلونه ليس منافسه على لقب كاس الملك اسبانيا، صحيح ان برشلونه حاليا وصل لنهائي كاس ملك اسبانيا بعد طبعا يعني ريمونتادا يعني كانت مثيره جدا ضد اشبيليا الاسبوع الماضي، وشهدنا بالمناسبه فرحه ميسي اللي بتبقى يعني فيها بعض الشيء ان ميسي يعني اخيرا استعاد جزء من يعني فرحته وسعادته، لان هو الحقيقه ميسي الموسم الماضي كان حالته كانت صعبه جدا ولهذا كان طلب طبعا الرحيل، فالوضع في لابورتا فعلا امامه تحديات كبيره جدا، وسننتظر نرى كيف سيحل هذه التحديات. ثلاث محاور
سمعه النادي، الازمه الاقتصاديه وتجديد عقد ليو ميسي وكيفيه قدرته على جلب الصفقات باقل قدر ممكن من الاموال وفي نفس الوقت تكون مفيده للفريق. طيب انا هسال حضرتك اخر حاجه في الجزئيه دي استاذ احمد، يعني لو فرضنا ان دلوقتي العرض تم رفضه من قبل ميسي، لان زي ما حضرتك قلت الوضع هيكون الى حد كبير ان هو هيتم يعني عرض مبلغ اقل من اللي هو بيطلبه بطبيعه الحال، لان دلوقتي في ازمه اقتصاديه في يعني صناعه الرياضه فالكل متاثر، فربما هنا نقدر نقول يعني او سؤالي لحضرتك لو ده حصل متوقع ميسي مصيره ايه؟ ايه النادي اللي ممكن يعرض عليه برضه يعني المبلغ اللي هو طالبه، وفي نفس الوقت اصلا ده متوفر حاليا مع الازمه اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي كل العالم يعني شاهدها في مجال الرياضه تحديدا؟ هو حاليا يعني في ناديين قادرين على استخدام ميسي، باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي. دول اعتقد الناديين حاليا اللي بيملكوا القدره، وباريس سان جيرمان على لسان ليوناردو المدير الرياضي اعلن بشكل واضح جدا ان هم نفسهم يجيبوا ميسي، حتى كان في تصريحات لنيمار صديق ميسي وزميله السابق في برشلونه مظبوط، يعني اتكلم بشكل واضح ان هو بيتمنى استخدام ميسي لباريس سان جيرمان. اكيد طبعا يعني مانشستر سيتي بيمتلك يعني قوه وكريدت فيما يخص قدرته على جلب ميسي، وهو بيب جوارديولا هو يعني المدرب الاكثر يعني كان اكثر مدرب استطاع ان يعني يتواهج معه ميسي بشكل كبير جدا، وبالتالي هم دول الناديين اللي قادرين على استخدام ميسي حال رفض ميسي يعني تجديد عقده مع برشلونه. ان كنت يعني شايف ان الموضوع برضو يعني ايموشنلي مش هيبقى سهل جدا على ميسي، لان ميسي في تصريحه الشهير بعد ما قرروا البقاء في برشلونه بالموسم الماضي قال انا رفضت ان انا ارحل عن برشلونه عن طريق المحاكم، لان انا رفضت اقاضي النادي اللي صنع اسمي وصنع شهرتي، وبالتالي تبقى الامور كلها مفتوحه. هل ميسي سيتنازل عن نص الراتب برضه؟ ما هي دي النقطه بالظبط بالظبط، ليس بالصغير، هنتكلم في حوالي يعني 250 مليون يورو، مبلغ ضخم جدا طبعا يعني. وبالتالي الوضع يعني اعتقد ان الشهور خلاص يعني احنا خلاص بنتكلم ان الموسم هينتهي في اخر مايو، باقي شهرين تقريبا والامور كلها ستتضح، ما اذا كان ميسي سيبقى وسيقدم تنازلات البقاء في برشلونه ام سيقرر البحث عن تحديات جديده لمسيرته، سواء بقى في باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي، لان هم دول الناديين الاقرب يعني من الناحيه الماديه على جلب. انا سالت حضرتك كمان ده تحديدا لان يعني انا بتابع ردود الافعال على النقطه دي تحديدا في تويتر، والناس كانت كتير لان ميسي مربوط ببرشلونه، يعني الفكره هنا ان احنا مش بنتكلم عن لاعب قاعد سنتين، لا دي سنين طويله جدا واسمه مربوط بيه، فالناس كانت اللي انا قريته يعني من المتابعين ان بيتحدثوا ان لو هو راح باريس سان جيرمان هو اللي هيخسر حتى لو خد نفس الراتب، فطبعا الموضوع مش احنا اللي هنحدده، ولكن دي الصوره اللي انا بنقلها لحضرتك واكيد حضرتك عندك خلفيه بيها على السوشيال ميديا يعني، فرايك ايه برضو في هذا الموضوع؟ انا اتفق مع رايك تحديدا لو راح باريس سان جيرمان، ان الدوري الفرنسي ليس بالدوري القوي، يعني ايه ان راح مانشستر سيتي؟ اتفاهم ان هو تحدي جديد يعني جديد بالنسبه لي، ان الدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم، الدوري صحيح ان عانى برضو من ازمات فيروس كورونا، لكن واضح يعني حتى الان الانديه قد يعني قدرت بفضل الاستثمارات الضخمه يعني تم ضخها في البريمير ليج على مدار السنوات الماضيه، قدرت تصمد الى حد ما في وجه يعني تواجه تداعيات صعبه جدا لجائحه فيروس كورونا. لكن لو راح باريس سان جيرمان الحقيقه الدوري الفرنسي، صحيح ان باريس سان جيرمان بيواجه يعني صعوبات بعض الشيء في المنافسه على اللقب هذا الموسم تحديدا من قبل ليل ومن قبل ليون، ولكن بشكل عام الدوري الفرنسي يعني منذ يعني 2011 منذ استحواذ الاداره القطريه على باريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان سيطره شبه كامله يعني باستثناء لقب واحد فاز بيه موناكو، باريس سان جيرمان هو البطل الدائم للدوري الفرنسي. على مستوى دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان كانت قدامه فرصه ثمينه جدا الموسم الماضي انه يفوز باللقب، لكن خسر في النهائي قدام طبعا العملاق البافاري بايرن ميونخ، وبالتالي يعني انا في وجهه نظري لو راح بالفعل انا لو مكان ميسي افضل في برشلونه بصراحه، لو خير لي الخيار بين باريس سان جيرمان او برشلونه افضل برشلونه للمنافسه وحاجات كبيره جدا وامور عاطفيه بالفعل. طبعا فعلا برشلونه وميسي علاقه يعني علاقه استثنائيه وحاجه كانت يعني جميله صحيح. جدا بالنسبه للمشاهدين جميعا. عموما بتهيألي يعني ان شاء الله خلال الاشهر القليله ان ما كانش الايام القليله قادما باذن الله، وقد تسفر عن الاجابه عن الكثير من الاسئله المعلقه. الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. قرار صعب، ملف صعب، انا بقول لك بجد على السوشيال ميديا في غضب كبير، يعني عارف الناس عارف ما حد يحبك بس بيحبوك في المكان ده، ففكره ان انت تروح مكان تاني الناس كتير جدا متضايقه، يعني ده اللي انا شفته. هو غالبا هيطلع برضه ايه لعيب اصيل
ومش هيخونه العيش والملح وهيفضل مع فريقه وهيضحي بال 250 مليون جنيه. تفتكر مبلغ بسيط والله المفروض انه يعمل كده. ما هو برضه اللي فات من عمره ما اكيد يعني برضه الدنيا تمام عمل الدنيا نايس فنستحمل النادي موسم ولا اثنين لغايه ما ربنا ياخد بيده ويعود من كبوته والامور ترجع تظبط تاني وما يبقاش خسر اللي فات كله من عمره. برضه وجهه نظر ويمكن انت يعني وجهه نظرك متفقه مع الاراء على شبكات التواصل الاجتماعي.